اتفضل معليك. اول حمام مغربي حريمي في وسط البلد وصاحبته واحده ست. حمام مغربي وحريمي وفي وسط البلد؟ مش اي حمام يا باشا، ده في شويه نسوان تحل من على حبل المشنقه. ماشي، هبشوف الموضوع ده بنفسي. قلت لي بقى تعرف الحمام ده اسمه ايه؟ كريم عبد الرحيم صالح يا باشا. كريم عبد الرحيم صالح. كريم عبد الرحيم صالح، حلو قوي كباب الكفته دول، جبتهم منين؟ يا سلام، كريم عبد الرحيم صالح. شغل كده. ده كلام جميل جدا. عايز تعمل فينا ايه اكتر من كده يا حضرة الظابط؟ مش كفايه اللي خدته؟ ما بقاش فاضل حد، البنسيون خرب خلاص. ايوه كده. هو في ايه يا حضرة الظابط؟ واخد معاك دي ورايح على فين؟ يا استاذ حضرتك رايح فين؟ يا استاذ حضرتك عايز مين؟ كريم عبد الرحيم صالح. يلا بينا بقى عشان نلحق نوقف نفيس حكم الاعدام، نلحق اصحابك الغلابه اللي كانوا هيموتوا بسببك ظلمه. وطبعا انت حلوه هتقولي لي على كل حاجه. انت عايز مني ايه؟ انا ما قتلتش، ما قتلتوش. يلا قولي لي بقى يا كريمة كل اللي حصل وبالتفصيل. كلمني صاحب الاسبا وقال لي انه في شخص مهم قوي هو عاوزني اقابله وانه هيديني مبلغ كبير. رحت قابلته وكانت المفاجأة ان الشخص ده طلع علاء. اكتشفت ان هو يعرف عني كل حاجة، يعرف انا بروح فين وباجي منين وباخد كام. طلب مني طلب غريب قوي. تاخدي 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ بس تسلمي نسوان البنسيون كلهم. يعني ايه؟ عايز تعمل لهم قضية؟ يا ستي قضية وهتعدي قضية في شنك، هيتلفوا الولايات ويتزفوا وهم نازلين وانت هتاخدي 100,000 جنيه. مبلغ 100,000 جنيه ده مبلغ كبير قوي بالنسبة لي. حضرتك ما تعرفش انا عملت ايه عشان اجمع المبلغ اللي قبل، ولا ممكن اعمل ايه واخد وقت قد ايه عشان اجمع مبلغ زي ده. طب وانت عايز تعمل فيهم كده ليه؟ مالكيش فيه مصلحه وانت هيطلع لك فيها 100,000 جنيه. وبقيه الفلوس بعد ما تتم العمليه؟ هو اقنعني ان اي محامي شاطر هيقدر يطلعهم من القضيه دي وانهم ممكن يطلعوا براء. ممكن يعني عن فضيحة. الناس بتنسى كل حاجة. يا بنات جبت لكم الصابون المغربي، قوموا يلا عشان اعمل لكم الحمام. يلا. سهيتهم كلهم وسبتهم في الاوض ملفوفين بالبشاكير ورحت على باب سلم المطبخ عشان الرجاله يدخلوا منه. ياما وتم شرعي المحكمه ورجعنا البنسيون بعد كده بفضيحه. فوت كده كام يوم ورجعت نزلت له الشقه اطلب منه بقيه الفلوس، لكن الحمار افتكر ان هو ممكن ينصب عليا وما يدينيش بقيه فلوسي. ما اعرفش انا عملت ايه عشان اوصل للفلوس دي، ولا ممكن اعمل ايه عشان اخد الفلوس دي. طمع في 90,000 جنيه يعني؟ قال لك ايه؟ هجيب لك 15,000 كمان ودول من عندنا.
جدعانة يعني، بس لازم تبقى عارفة ان الراجل سكك على بقية المبلغ وانا مش هدفع من جيبي يعني. ما تتفضلي بدل وقفة الباب دي نشرح حاجة كده سريعة. ما بتخش شقة يا روح امك، ولم نفسك كده وتعادل معايا بدل ما تديك بالقلم على خلقتك الوحك. مستنيه منك تليفون تقولي اجي اخد فلوسات. لا صايع، حاسس ان الشغلانه خلصت ومش هتقدري تقولي اي حاجه. صح، فضلت اغلي وما كنتش عارفه اعمل ايه. تاني يوم وانا راجعه البنسيون شفت حد بيديله شنطه، طلعت فوق البنسيون لقيت الستات بيحكوا على المشكله اللي حصلت ما بينهم وبين علاء، وعرفت ان بيرو نسيت السكينه بتاعتها عنده تحت، وعرفت انهم عاوزين يتخانقوا معايا. حسيت ان الموضوع كله هيعك والفلوس هتروح مني والمصلحه كلها هتضيع وكل اللي عملته راح. نزلت واتخانقت معاه وبعد كده حصل اللي حصل. لا يا كوكي، هتغنينا في دوكا ولا ايه؟ بالراحه بقى، هتيجي عند اهم حته وتجري. احكي لي بقى ازاي قتلتيه حته حته. خبطت عليه وفتح لي. منوره، نورتي البيت ده، انا قاعد لوحدي. بقولك ايه يا علاء، انت كنت قلت لي ان الراجل صاحب المقاوله خلع يعني وما ادكش بقيت حقك، وانا جايه شفت حد كان بيديك فلوس، وتخلصني كده وتديني بقيت فلوسي وحقي، وانت يعني يخلص بالمصلحه دي على راحتك. فلوس ايه برحم؟ وانا اللي فاكر الشو جايبك عشان نعطف ونلطف. نعطف ونلطف؟ نعطف ونلطف ده ايه يا رمة؟ انا جايه هنا عشان اخد بقيت حقي وفلوسي وبس. رمة ايه يا مرة يا شرشوحه يا شمال؟ امشي اطلعي بره بدل ما تيجي بالجزمه على دماغك. تدي مين بالجزمه يا ابن الجزمه؟ لا فوق، ده انا هلعك مالطه قدام الحته كلها واخلي اللي مشتري يتفرج عليك. حلو قوي الكلام ده، يا حلوه يا بتاعت الدعارة. وليه؟ افتح انا الباب واقول للناس يا ناس الهدف بقى لي نفسها بيرو وقتلتي بيها. وبعدين سحبته على المنور عشان الخبطه، وبعديها نزلت على الشقه مسحت كل اثار الدم اللي كانت على الارض، ومسحت بصماتي من كل حته، ومسحت بصمتي من على السكينه، وخدت السكينه وطلعت بيها عند ليلو، عند ليلو عند بيرو عشان ابصمهم على السكينه وهما نايمين. وبعدين خدت السكينه، خدت السكينه وحطيتها تحت السرير عشان تتوب منهم، خدت السكينه وحطيتها تحت السرير عشان تتوب منهم. ويلي بقى كريمة، مين الراجل اللي خد منه الفلوس؟ بعد رفض محكمة النقض الطعن على الإعدام ورحت زرت ليلو وميرو هناك، وليل طلبت مني إن أنا أودي سلسلة لبنتها. وهناك كانت المفاجأة اللي عمري ما كنت أتوقعها، الراجل اللي كان بيسلم الشنطة لعلاء هو دكتور خالد جوز ليل. ياه، ايه سواد القلب اللي انت فيه ده؟ مالك قلب تبيعي اصحابك بالسهولة دي وتلبسيهم قضية توديهم لحبل المشنقة؟ يعني احنا غالبا ما نفهمش الكلام ده، لا لا يبيعوها وهي بيع جسمها، مش هيبقى صعب عليها تبيع صحابها.